والله بتفكروا في كاس العالم ولا لسه؟ يمكن احنا لما كنا في كاس العالم الاخير كنا خدنا تعهد على نفسنا اللي احنا نيجي هنا تاني دي احنا نلعب البطوله تاني وناخد بطوله افريقيا تاني. بس خلي بالك مشوار اليابان طويل هتقعد في الطياره 14 سالت 15 ساعه واحنا راجعين سالت ترى من البطوله فين قالوا في اليابان قلت طب صحوني بقى في اليابان كهربا ما بينامش خالص خلي بالك ما كان في مجموعه كده بتحرق ما بينامش ده مش عارف بيجيب النوم ده منين والله حاجه في الطياره خمس ساعات رايحين نايم انا بطلع الطياره انام مغطي نفسي مش عارف بينام اصحى وانا في القاهره يا نهار اعرف بينام ازاي صعب قوي نومه الطياره دي لا غير صعبه كمان اللي هي انا فاهم فنايم بقى بس برضو يعني ظهرك بتاع الصوت ده بينام على وشه من مواقف يا كابتن اسلام اللي حصل برضو واحنا في قطر يمكن موقف كده كنت قاعد انا وكابتن سيد عبد الحفيظ كنا بنتفرج على المباراه النهائيه وطبعا كلنا الفرقه كلنا عشان بعد المباراه في توزيع الجوائز يعني ايوه فجت اللقطه بتاع نهايه المباراه يعني وبايرن ميونخ وبياخد يعني الكاس يعني فكنت قاعد انا وكابتن سيد وكابتن الخطيب كان قاعد قصادنا يعني احنا يعني هو ممكن يكون مش شايفنا قوي يعني شفنا بقى في عينيه ازاي يعني الحلم اللي هو عاوز يكون نادي الاهلي في المكانه ديت يعني فكان من مواقف حتى اللي اتكلمنا انا وكابتن سيد عليها يعني والواحد حلم يعني ان شاء الله يكون النادي الاهلي ان شاء الله في المكانه ديت يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله خلال